السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوار هبة بريس الكرم، ورمضان مبارك سعيد. أعتقد على أن غالبية العاملين بقطاع الصحة وأيضا بعض المواطنين تابعوا أمس الوقفة الاحتجاجية اللي كانت في السويسي في الرباط. اللي جات مباشرة من بعد قرار السيد مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، قرروا باش يوقف السيدة فاطمة الطالب اللي هي قابلة رئيسة بمصلحة قاعة الولادة بالسويسي يعني منذ سنوات تفوق 20 سنة. إذن هذه الوقفة الاحتجاجية اللي دارت تضامنا مع فاطمة الطالب، واش كانت وقفة عشوائية، واش جات تضامنا لأن السيدة على حق، ولكن القرار كيقول على أن هذه المعنية سربات معلومات خطيرة لوسائل الإعلام. أشنا هي الخطورة في هذا التسريب ديال هذه المعلومات أو الوثائق؟ ثم واش داكشي اللي تقال كذب وبهتان أم فعلا كاين؟ ثم إداريا واش فعلا الطريقة اللي مارسها السيد المدير ديال المركز الشفائي واش فيها شطط، واش موضوعية، واش هذيك هي الطريقة؟ إذا هذا الشيء كامل غنسلطوا عليه الضوء مع فاطمة الطالب اللي لبات الدعوة مشكورة باش نفهموا بالضبط ونفهموا الرأي العام. مرحبا أستاذة فاطمة وأهلا وسهلا. باقي بغينا نجيب لك الصداع، يعني أصلا صداع، يعني اتهمتي بأنك كتعطي معلومات لا وعاود عيطنا لك باش نأكدوا واش هذاك الشيء بصح ولا ماشي بصح. على العموم القانون لا يجرم العاملية ويسمح لك بالتعامل مع وسائل الإعلام، ولا يوجد أي فصل قانوني في العالم لكي يحجب المعلومة على المواطن بالرأي ديالو. إذا أول حاجة بغينا نعرفوا شكون هي فاطمة القابلة المولدة اللي ولدت نصف الناس بالرباط. أنا فاطمة، السلام عليكم بدا. مدام فاطمة الطالب، أنا جو سوي ساشفا قابلة منذ 24 سنة. كما قلتي النص ديال الرباط كيعرفوني، ماشي كيعرفوني اوطونك قابلة ولا ساشفا، اوطونك إنسانة اللي كدير الخير في الناس، اللي كتعامل مع الناس، اللي أي حاجة كضر المواطن ما كتعجبهاش، أي حاجة كضر شي إنسان اللي ما عندوش ما كتعجبهاش، أي ظلم، أي هزك لشي حد اللي كنحس براسي انا جو سوي ريسبونسابل ولا مثلا مسؤوله، خاصني جو دو اجير، اللي خاصني ندخل. هذا الشيء اللي غروس مودو اللي نقدر نقول لك على راسي، ولكن تقدر تكون شهادات للناس اللي يمكن تعاملت معاهم، هما اللي يقدروا يقولوا لك تقريبا شكون هي فاطمه. اذا اول سؤال هو البارح درت وقفه احتجاجيه في السويسي، ويعني بواحد العدد اللي هو كبير، وحدت واحد الضوضاء وصلت للمستشفيات ديال ربع المملكة المغربية، علاش؟ كان البارح واحد وقفة احتجاجية فعلا، اللي كانت فيها الأغلبية ديال الناس ديال مستشفى الولادة، اللي كانت وقفة زعما عفوية، جات من بعد واحد القرار جائر من مدير المركز الاستشفائي بنو سينا. اللي جاتني واحد لانوت عيطوا لي الصباح، قالوا لي بانك توقفتي عن العمل. هما قالوا بانها بروفيزوار، ولكن انا كنعرف بانها كانت بروفيزوار لان غتكون واحد الوقيته اللي بغاو يديروها ديفينيتيف. ملي تسالت انا المشكل شنو هو، علاش غيكون هذا التوقيف، مشيت عند المدير ديال المستشفى ديالنا، قال لك اودي بالنسبه انني انا الناس كانوا تيديروا لونكيت على دوك الوفيات اللي ماتوا، بغاو يشوفوا دوك الحقائق واش صحيحه ولا لا. وانا كنت درت واحد لونكلاف مو ديال داك هذا، وزعما بحالي انا ما خليتش دوك الناس يخدموا، ولكن هذا ماشي هو السبب الحقيقي، هذا كان السبب غير جاء من وراء الستار، لانهم ما بغاوش يدخلوا في ديك الحيثيات انني فعلا هذاك الشيء راه هو صحيح، دونك دخلوني من واحد الطريقه اخرى انني جي اونكلافي لونكيت. باغ كونتخ سي هذا الشيء غلط، يعني انا خليت دوك الناس يخدموا، جاو تيشوفوا، جاو تيشوفوا شنو عندنا، شنو ما عندناش، شنو حنا المعاناه اللي كنعيشوها في هذيك المستشفى. ولكن باش يجي ويتخذ داك القرار هكذاك، كانت واحد الوقفه اللي عفويه، اللي ناض كلشي الناس وقف، كلهم الناس
قالوا بان هذا الشيء بانه زعما هذا الشيء ما خصوش يكون لان ذاك القرار كان في حقي، لان انا بالنسبه ليا دي دوني اللي خرجوا ما كنتش انا السبب فيهم، هذه اولا. وثانيا بان دوك لي دوني الا خرجوا انا ما عنديش فيهم حتى علاقه، هذه من جهه. ومن جهه ثانيه الا انا كان الا جاو هما باش يتسائلوا شنو المشكل اللي عندنا، واش فعلا عندنا دوك الوفيات، واش فعلا عندنا دوك لي دوني، انا كنأكد بان كاينين دوك لي دوني عندنا فعلا، كاينين جوست هذوك لي دوني اللي تيجيو تيقلبوا عليهم عطيتهم باش يتاكدوا بان داك الشيء راه هو كاين. ولكن باش انايا ستوبيت الناس باش يخدموا ما حبست حتى شي حد. هما في غالب الاحيان ملي لقاو دوك لي دوني كاينين عندنا، داك الشيء كاين عندنا صحيح، بان دوك الناس الوفيات ديال المستشفى اللي كيموتوا في القاعه الولاده، ان ما عندهمش لا بلاص، ما عندهمش القاعة ديك كما كيقولوا المغاربة، الدارجة ديال المغاربة، ما عندهمش قرعة فين ينعسوا، لأن تيبقاو عندنا بخمسة أشهر يوم، بسيمانة، بثلاث أيام، بربع أيام، حتى تيموت. هذوك لي بيبي لأن خصهم يتخادوا في واحد المصلحة ديال مصلحة الولادة ديال حديثي الولادة والخدج لمستشفى الأطفال، كتجي بأن تيجيو تيقول لك أودير ما عندهمش بلاصة، تيبقاو دوك لي بيبي. ولكن دوك الوفيات فعلا كانوا في مستشفى الأطفال، وبالنسبة لي أنا زعما ما عرفتش، انا براسي ما عرفتش علاش دار داك القرار، لانني انا كنشوف راسي انا ما درت والو، بالعكس كنت انا لا هوتو، كنت انا كان دوك الناس كنعاونهم، كنحاول الماكسيموم انا نوصل المعلومه ديال دوك الاطفال، راني عندي واحد. لان ما كانش لا انذار سابق ولا مزست من غير ولا مباشره، ما كاين لا انذار ولا انذار سابق ولا ليتر اكسبليكاتيف، ولا مثلا هاد الناس راه عندنا واحد لا كيسيون خصك تجاوبي لنا عليها، ولا مثلا غيان جا قرار من الفوق بان السيده هذه خصها. اذا كلمه من الفوق هي المدير المركز الشفائي، وهل الوزاره الوصيه علاقه بالموضوع؟ الوزاره الوصيه ليس لها علاقه بالموضوع، كاين عندنا مدير مركز الاستشفائي ديال السي اش يو هو اللي كان مسؤول على هذه المسائل. اذا الان انت تقرين على ان ما جاء في المعلومات الصحفيه شيء يعني موضوعي، سيما النسبه ديال 33% ديال الوفيات هي ناتجه عن التقصير وعن الاهمال. ملي كنسمعوا هذه المصطلحات هذه فهي تؤدي بنا مباشره الى جنحه والى فصول جنائيه. فيعني لماذا طال هذا الصمت؟ يعني هذه الامور ليست وليده الساعه اكيد، بل هي تراكمات عديده. اذا ما دام تقرين بهذه العمليه لماذا حتى الان، ثم اشنو كتنوي ديري الان بعد التوقيع؟ اولا هذا ماشي صمت، لان الصمت انا يا لست مسؤوله عنه، انا مسؤوله على المحيط ديالي، مسؤوله على القاعه اللي كنخدم فيها، مسؤوله على كل ما يدور حدايا. مي الصمت هذوك كاين الناس مسؤولين، كاين الناس اللي يمكن لهم يشوفوا الحقائق، مي انا ما عندي حتى شي دخل في هذا الشيء، ما عندي حتى شي دخل في هذا الوثائق ولا هذا الشيء اللي تسرب. انا جوست كان الا كنت كنقول لك انا كنتنزكي المسائل، اما الصمت صمت انا ما عندي فيه حتى شي دخل. كاينين جمعيات، كاينين مسؤولين. واخا نوقفك في هذه القضيه ديال الصمت استاذه فاطمه، هو اكيد غتكون كتعرفي على انه الصمت بنفسه جريمه في بعض الحالات. كيف ذلك ان الصمت جريمه؟ وهو انه كاين فصل اللي كيقول لك عدم تبليغ عن وقوع جريمه، فصل فيها، او عدم تقديم المساعده لشخص في خطر. فاذا كانت لاله فاطمه القابله يعني واقفه امام ممرضين او دكاتره هذا وشافت ممارسات التي ستؤدي الى وفاه وما بلغاتش، راه العكس هو الصحيح، ماشي التوقيف كيخص يكون فيه تبليغ، يعني المفروض فيك تبليغ كنقول لك بالقانون. بطبع الحال جاوبتينا جواب منطقي على انك لست مسؤوله عن الصمت او هذا بخصوص القرارات الكبرى. اذا شنو ناويه ديري من بعد هذا التوقيف؟ انا في هذا الوقت هذا موقفه اييه، مي كاينين الناس اللي واقفين مورايا، كاينه النقابه ديالي المنظمه الديمقراطيه للشغل اللي واقفه، كاينين جمعيات حقوقيه، كاينين جمعيات ديال المجتمع المدني، كاينه جمعيه ديال القابلات بالمغرب. بالنسبه لي انا تيقولوا بانه ماشي توقيف لانه هذاك الشيء غير بروفيزوار، مي انا بالنسبه لي تنعتبره توقيف وتنعتبره بانه قرار جائر، وبانني انا خصني ناخذ مثلا
الاكسكيوز كما تنقول بالعربيه الاعتذار الرسمي من هذا المدير هذا، لانني انا فعلا ما درت حتى شي حاجه. انا بالعكس خدمت وطني، خدمت هذوك الناس اللي دوك المرضى، خدمت هذوك اللي بيبي اللي كاين عندنا تما، خدمت هذيك المراه اللي تتولد. ديما انا مع الوطن، مع الشعب، مع الملك ديالنا. مي ما عمرني انا كنادي شي حاجه اللي غتاذى المواطن ولا اديها يتاذى بها الشعب ديالنا ولا الملك ديالنا ولا شي حاجه. انا لست في هاد ما غندخلش في هاد في هاد المسائل هادي. انا كنهضر دابا غير على داك الناس ديالي. انايا كنهضر كندافع كندافع بما اوتيت من قوه على داك القاع اللي كنخدم فيها. هادشي اللي يمكن نقول. مي ما قدرتش نقول لك شنو كاين من بعد التوقيف. اذا اعتقد ان المده التي قضيتها في هذه المصلحه تشفع لك على ان لك قدرات يعني علميه وعمليه مهمه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تصل رسالتك الى حيث يجب، وان يتخذ القرار المنطقي الديمقراطي العادل في اقرب وقت ممكن. شكرا. القارح ابو سالم من استديو هيبا بريس بالرباط نحييكم، وسنعود الى هذا الموضوع فور استكمال كافة أركانه.